الرسالة الواردة من لجنة الشؤون التشريعية بمقدمة من كذلك عطفا على رسالة من الأخ الدكتور عبد العزيز الصقعبي والمتمثلة بجدول مشروعات بقوانين الاقتراحات بقانون مراد احالته للجنة شؤون الإسكان والعقار. المشكلة الإسكانية الأخ الرئيس قد تكون تلحلحت نوعا ما في الفترة الأخيرة، لكن يفترض على الحكومة أن تعمل بخطين متوازيين. الأول بشكل عاجل موضوع القسائم الصناعية التي تم تخصيصها، حلينا بالتعاون مع الجميع إخواني أعضاء وكذلك الحكومة موضوع المطلع، لكن وزعت كذلك منطقة جنوب سعد العبدالله وفيها لجنة أهالي جنوب سعد العبدالله، حقيقة لجنة نشطة وكانوا زارين أمس في المجلس، ونعتقد أن يجب أن يكون هناك اعتمادات مالية للبنية التحتية لمنطقة جنوب سعد العبدالله، ثاني أكبر مشروع، وبالتالي نتحدث عن عدد كبير من الأسر الكويتية المحتاجة أن ننهي ملف الرئيسي ملف الإسكان، وهي القضية الأولى شعبيا وهي القضية الأولى لدى الأسرة الكويتية التي تستحق كل دعم لهذا الملف المهم. الآن البنية التحتية تقريبا راح تكلف 2 مليار دينار، ما في سيولة حالية الآن، في أكثر من حل. أتمنى على وزير المالية أن يساهم معنا في حلولها. الأولى أعتقد هناك مبلغ لبدء الأعمال البنية التحتية لمنطقة جنوب سعد العبدالله وهو 150 مليون دينار، هذا مبلغ بسيط يعتبر، أعتقد ممكن على وزير المالية إيجاد مناقلات أو أي طريقة ما، كما نقلوا لي إخواني في جنوب سعد العبدالله ممكن أن تكون في مناقلات. الأخ رئيس لجنة الميزانيات سيد عدنان عبد الصمد يقول هناك مشاريع لدى الحكومة لم تنفذ، وبالتالي ممكن أن يتم مناقلات مبالغ تلك المشاريع غير المنفذة لحساب تأهيل جنوب سعد عبدالله. وأعتقد يجب حقيقة أن نفكر معا لإنهاء المشكلة. هذا الخط الأول، الخط المتعلق في وحدات سكنية تم تخصيصها وبالتالي يجب أن تأخذ الأولوية. هناك يمكن أنا تحدثت، هناك جملة من 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 القوانين يجب أن تكون لها دور في قاعة عبد الله السالم، هذه اللي قدمها الأخ مقرر لجنة الإسكان الدكتور عبد العزيز الصقعبي. منها أنا مقدم لا يقل عن قانونين، منها اللي هو احتكار أراضي الفضاء وتعرفة وحدتي الكهرباء والماء. هذه من القوانين المهمة، للأسف الشديد بعض التجار الجشعين تحولوا إلى استخدام المناطق السكنية استخداما استثماريا، مستغلين انخفاض سعر الخدمات اليوتيليتيز الكهرباء فلسين، سواء عندك بيت أو عندك 100 بيت، هذا خطأ. وبالتالي حنا قلناه هنا في قانون واحتكار الأراضي كذلك. الأسرة الكويتية للشخص رب الأسرة لديه فقط 2000 متر مربع، وهذا يعني مساحة كافية أن يسكن أهله وأولاده، وبالتالي هذا يكفي. أي أراضي فضاء بعد هذا الرقم اللي 2000 متر مربع يجب أن يكون هناك سلم لتعرفة لليوتيليتي الخدمات، لأن اللي قاعد يصير مصيبة الأخ الرئيس، العديد من التجار للأسف الشديد تركوا المناطق الاستثمارية واتجهوا لسكن الخاص، وبالتالي صار ارتفاع كبير للأراضي. جشع، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أسرة بهذه الالتزامات اليومية أن تحقق حلمها الرئيسي وهو الحصول على بيت. احتكار الأراضي، تعرفة الخدمات وقوانين أخرى يجب أن تكون على سلم الأولويات. وأتمنى نسمع رد من الأخ وزير المالية في موضوع توفير 150 مليون دينار. سمعت أنه هو طالب من لجنة الشؤون لجنة الميزانيات، طالب أن ممكن يكون هناك، ممكن الدولة تقترض من أرباح الأجيال القادمة، صندوق الأجيال. لكن بدام سيد عدنان موجود، يمكن بديت في قلت أن سيد عدنان عنده وجهة نظر أشوفها عملية، أن بعض المشاريع الحكومية التي لم تنفذ ممكن يصير لها مناقلات وتستخدم في البنية التحتية لجنوب سعد العبدالله. القضية الإسكانية تستحق منا جميعا وقفة صادقة، لأن هي القضية الأولى لدى الأسرة الكويتية، لدى الشارع الكويتي، لدى الأب والأم والجميع.